كما أدى المواطنون في محافظة شمال سيناء صلاة العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، وقامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها حال حدوث عطل طارئ في أي مرفق واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. محمد عبد الله.